السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الحقيقة الفيديو ده مش عاوز يكون طويل، ولكن هو لفئة مخصصة من الناس. الفيديو ده مخصص لكل من أعطاه الله منبرا أو قلما يكتب به كلمة. الحمد لله ربنا من علي بصفحة عليها قرابة 3.5 مليون متابع على فيسبوك، غير بقية وسائل التواصل الاجتماعي، وده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حضراتكم. وأنا أشرف أنني أحد المنتسبين لوزارة الأوقاف، وأشرف أنني أقدم برنامج إني قريب يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة النهار، وأحل ضيفا على بعض البرامج زي اسأل مع دعاء مع الإعلامية القديرة الأستاذة دعاء فاروق يوم الاثنين الساعة 2، وزي برنامج آخر النهار يوم الثلاث مع الإعلامي الأستاذ تامر أمين عقب صلاة العشاء. لكن في الآونة الأخيرة أنا لاحظت بعض الناس الذين أسأل الله أن يهديهم بهدايتي، وهم من الصحفيين من الكتاب عبر المواقع المختلفة، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني إيه؟ يعني أنا حينما أتحدث في أمر من الأمور أو أجيب على سؤال تراه يأخذ الإجابة ويعرضها بشكل فج يثير الناس ويثير حفيظة الناس ويسبب الحرج لمن أنتسب إليهم، سواء في وزارة الأوقاف أو في من تخرجت من وسطهم كالأزهر الشريف أو لي شخصيا، بل ويوقع الناس في السباب واللعال لمن لا يدرك مرام الكلام ولا مقاصد الكلام ولا مفهوم الكلام. يا أخوانا، أنا أهيب بالناس أن نعمل الضمير والأخلاق. أنا أهيب من الناس أن نقف عند ميثاق الشرف الإعلامي والميثاق الأخلاقي. لا أقول لك أنا أحجر على حرية الصحافة أبدا، ولكن لولا إيماني بحرية الصحافة لكنت لجأت إلى القضاء في موضوعات كثيرة جدا أسيء إلي شخصيا أبلغ الإساءات، وذلك بسبب تحريف الكلام عن موضعه. ولكن أقول انقلوا الكلام نصا كما يرد على اللسان. أنا لا أمانع أن تنقل الكلام نصا إذا كنت تنقل، لكن أنا الحمد لله رب العالمين لا أصرح بأي تصريح لأي جريدة، وأتحدى أي أخ صحفي أو أي جريدة يقول لك عمل معايا لقاء أو أجبت على سؤال أبدا. أنا حينما يتصل بي أحدهم أقول له ابحث عن أحد أساتذتنا العظام الكبار المشهود لهم بالثقة والكفاءة، فأنا طويل بعلم، وأنا ما أنا بجوار أساتذة العظام الذين هم أولى الناس أن يتصدروا المشهد، وأغلق الهاتف بصورة طيبة. فأنت ستنقل انقل، ولكن وفقك الله وهداك انقل كما يأتي على لسان. لا تتصيد بعض الكلمات ثم تأتي بمعانيها مما يثير حفيظة الناس ومما يسبب الحرج لكل إخواني ولكل زملائي ولأساتذتي ولشيوخي ومشايخي ولرؤسائي، مما يوقعني في حرج ويسبب لي أذى مادي ومعنوي ونفسي ووظيفي وتكليفي، أذى على كل المستويات. فأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النداء الثاني هو لكل من يتابعني. بالله عليكم، الله سبحانه وتعالى قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأنا لم آتي بالنصف الأول من الآية حتى لا يقال أنني أتهم أحدا بالفسق، فأسأل الله أن يهدينا جميعا. وإنما أقول حينما تجد عنوانا لجذب الانتباه أو لإثارة المشاهدات أو لإثارة الجدل، بالله عليك ابحث عن مصدر الكلام، ابحث عن أساس الكلام، ابحث عن الفيديو الأصلي واستمع ماذا قلت أنا. فإن فهمت فهما صحيحا فاحمد الله سبحانه وتعالى، وحقي عليك أن تبين للناس. وإن فهمت فهما مغلوطا أو خاطئا فراسلني وقل لي أنت أخطأت هنا. فكل إنسان منا يصيب ويخطئ، وكل إنسان منا معرض للخطأ، والأئمة العظام كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا مانع، عمر بن الخطاب وأين أنا منه وهو من هو؟ أنا لا آتي تراب في نعليه، وكان يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر.
فتراسلني وتقول أنت أخطأت في هذه المسألة، أو وجهة نظري أني لا أوافقك في هذه المسألة، ومن حقك علي التوضيح ما دمت لم تسيء، وما دمت لم تخط فيه، وما دمت لم تختلف معي كشخص. تعالوا بنا نختلف فكرا لا شخصا، تعالوا بنا نكره الخطأ ولا نكره المخطئ، تعالوا بنا نقضي على المرض ولا نقتل المريض. أسأل الله العلي القدير أن يبارك فيكم جميعا. وختاما أقول أنني سأتخذ إجراءات قانونية بعد ذلك لكل من يسيء إلي، لأنه يعني كما نقول قد فاض بي الكيل، وقد التمست الأعذار كثيرا، لكن يبدو أن النفوس فيها شيء. أسأل الله أن يطهر قلوبنا، وأن يهدينا لأحسن الأعمال، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلما صادقا، ولسانا صادقا، وعملا صادقا، وقلبا صادقا، وفكرا صادقا، وعملا صالحا متقبلا. دمتم في أمان الله.